يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون في التجارة عندنا إذا أحس أن هناك نوعا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق، يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في سعرها بالزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل؟ وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع يشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز، ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك. إذا كان الأمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك في السوق غير هذه السلع التي يحتاج إليها الناس وهو يشتريها ويحصرها عنده ليتحكم فيها، فهذا أمر لا يجوز ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك. أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها، أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم، فإن هذا لا يحرم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج. نعم. لكن إذا كان هذه أو إذا كانت هذه البضاعة هي من القوت الضروري للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص، فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟ هو الصورة هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناها أن يشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر فيما بعد. نعم. ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس إذن نعم. يعني هذه الصورة فيها فرق بينها وبين الاحتكار؟ هي شبيهة في الاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارا من كل وجه. نعم. حقيقة الاحتكار إذن ما هو؟ أن يعمد إلى مثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر في المستقبل. نعم. هذا حرام طبعا، هذا ما في شك، هذا ورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك. نعم.